استخدم البعض مع شديد الأسف، خلينا نسميه الإعلام الأصفر، بالتأكيد هنالك احنا نتقدم بشكر للإعلام الأخضر اللي لديه صفحات مساندة حقيقة وممكن أن ينشر واقع وينشر حقيقة. هذا ما عندنا مانع أنه احنا جمهور وعندهم صفحات ويصورون، واليوم صار إعلام المواطن متاح للجميع، كل إنسان بيده موبايل وممكن أن يسلط الضوء على قضية ما ويشهد لها بما موجود. لكن مع شديد الأسف استخدام علم النفس العكسي بأن نهول لشخصية السيد محمد إشاع السوداني وإعطاها يعني صبغة بهذه الطريقة والمغالاة، هذا مراد من عنده هو حقيقة إساءة بطريقة غير مباشرة.